بعد الفاصل هنروح لتصريحات الهلنا رفيق كبو لاعب نادي انبي الجديد عن مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري. رفيق كبو كان واحد من اللاعبين اللي بيلعبوا للاتحاد المنستيري وبعد كده جه لوادي دجله وانتقل اخيرا لنادي انبي. قال لنا كلام مهم جدا عن الاتحاد المنستيري، اهم عناصر القوه في فريق الاتحاد المنستيري، اهم اللاعبين في اتحاد المنستيري قبل مواجهه النادي الاهلي خلال ساعات ان شاء الله. وبعدها هنروح لفاصل ومنه إلى محمد جمال يقول لنا كثير كثير من الأمور الفنية لمنافسي النادي الأهلي ونادي الزمالك في دول 32. خليكم معنا. أنت كنت تلعب في تونس مع الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري عنده مواجهه في منتهى القوه في دوري ابطال افريقيا، واكيد انت متابع الاتحاد المنستيري واكيد متابع النادي الاهلي، شايف المواجهه دي ازاي؟ شايف قوه الاتحاد المنستيري ازاي وانت مراقبه وشايفه دلوقتي وبتتابع مباريات؟ بص، الاتحاد المنستيري فرقه يعني صعبه جدا، فاهم يعني يعني هما جايين هنا هيلعبوا الاهلي، جايين يعني هيلعبوا الاول ماتش الاول في تونس، في تونس وبعدين هيجوا هنا، يعني هيلعبوا 100%، فاهم؟ اقول لك في ناس زيادة عايزة تتسوق وعايزة توري نفسها علشان الماتش، صح؟ بس ماتش صعب جدا على الاثنين. وشايف الاتحاد المنستيري دلوقتي عنده عناصر مميزة؟ عنده عناصر مميزة، بتتفرج عليهم كويس كتير ولا على طول؟ لا، متابع ده فريق يعني. مين من اللعيبة اللي عندهم كويسين دلوقتي قوي؟ في محمد صغراوي السردي باك، وفي ادريس المحرسي، وفي حسام طقا، وفي في 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 مين اللاعب بقى اللي انت بتقول بقى تراهن عليه دلوقتي وتقول اللاعب دوت في مباراتين الاهلي هيعمل اداء كويس جدا؟ توقع، بس مجرد توقع. هما اثنين، ادريس المحرسي وحسام طقال. تتوقع مين اللي يصعد؟ يعني انا فاهم الاتحاد المنستيري فرقتك، بس تتوقع ككوره وانت بتابع الاهلي و اتحاد المنستيري مين اللي يصعد عن الدور؟ والله ده سؤال صعب جدا، بس بعد المباراه نشوف يعني فنيا. لا انا بكلمك فنيا، هو فنيا والله الاثنين كويسين، الاثنين كويسين، الاثنين كويسين، يعني شايف وانا اللي يكسب. انت شايف الكفه متساويه 50-50؟ 50-50 حتى مع تاريخ النادي الاهلي الكبير في دوري ابطال افريقيا؟ اكيد. بقى 50-50. 50-50. طيب لو اتحاد المنستيري كسب هتبقى مبسوط؟ اكيد طبعا. لو الاهلي كسب اكيد انبسط عشان علي معلول صاحبي. علي معلول صاحبي.